أنا اسمي أسعيد، ساكن في بيت لحم. وفي رمضان اللي فات لما كنا صايمين، طلع لأبوي تصريح إنه ندخل على القدس، يعني إنه وإحنا فرحنا كثير لأنه هو ما كانش داخل إله على القدس 20 سنة. ويعني جهزنا الكاميرا عشان يتصور هناك ويصير له ذكرى، وهيك إنه يذكر إنه داخل القدس كمان مرة. جهزنا الأواعي والسندويشات لأنه كنا محضرين حالنا إنه نضل هناك يوم كامل. وأخذنا تاكسي ورحنا هناك، وصلنا المعبر وشفنا الأزمة يعني كثير، وكانت الدنيا شوب، ومن كثر ما احنا صايمين حتى تعبنا، وظلنا واقفين نستنى كثير كثير كثير. وأجا دورنا على المعبر، مركنا من أول البوابات، ظل آخر معبر. وكان كمان هناك أزمة كثيرة لأنه الناس يعني معظمهم كانوا يرجعوا ومعظمهم يدخلوا. وأجا الحين دورنا، أبوي فرجى التصريح للجندي تبع المعبر البوابة هنا نقطة التفتيش، وفرجى وصار يحكي له الجندي أنت ممنوع تدخل. صار يحكي له أبوي ليش ما أنتوا سامحين يعني للي عمره فوق 40 سنة إنه يدخل. صار يحكي له أنت ممنوع تدخل، وتجادلوا يعني كثير، وأجوا الجيش وصاروا يصرخوا عليه. وبعدين أنا خفت كثير، وجابونا الشرطة الإسرائيلية عشان نروح. ولما روحنا وصلنا الدار، يعني إحنا كنا حزنانين كثير وخايفين، وكمان تمنينا إنه نروح كمان، إنه يطلعنا كمان مرة تسريح ويزبط إنه ندخل على القدس كمان مرة. أنا لما بتذكر القصة هاي الأيام يعني هاي بشعر بالقلق والخوف والغضب لأنه إحنا ما دخلناش. ويعني الحاجات اللي بدي إياها أنا إنه توفر لنا حقوق التنقل والعبادة، وبطلب من كل العالم إنه حقوق الإنسان إنه يتدخل في هذا الإشي ويعطي للشعب الفلسطيني حقوق الإنسان بالكامل. أنا بطلب من الجنود الاحتلال والإسرائيلي وعلى المعابر نقاط التفتيش إنه أنا بحكي لهم إنه الإنسان أهم من كل القوانين اللي بيمشوا عليها.